السلام عليكم. هذا السؤال طبعا جاني، يقول لي 3 أعداد، العدد مجموع العدد الأكبر مع العدد الأوسط يساوي 100، ومجموع العدد الأوسط مع الأصغر يساوي 50، وكان الفرق بين العدد الأوسط والأصغر يساوي 4، فما هي الأعداد؟ طبعا هذه فرضيات، فتفرض العدد الأكبر X، العدد الأوسط Y، والعدد الأصغر Z. فهسه العدد الأكبر زائد العدد الأوسط راح يساوي لك 100. هذه معادلة رقم 1. معادلة رقم 2، واي زائد العدد الأصغر راح تساوي لك 50. هاي معادلة رقم 2. ومعادلة رقم 3 يقول لك الفرق بيناتهم معناتها واي ناقص زد تساوي 4. هذه معادلة رقم 3. شباب، الحل يكون من معادلة رقم 3. هسه عندك طريقتين، يا اما تقول بالحذف يعني عندك جمع وبالتالي يصير عندك 2 واي 54، في التالي يطلع 27، او الطريقة اللي احب ثاني اللي اقول دائما يعني الطالب الشاطر اللي هي بالتعويض، فتصير 4 زائد زد. شو تعوض لي هنا؟ إذن 4 زائد زد زائد زد تساوي 50، وبالتالي 2 زد هذا من أنقلها تصير سالب تساوي لك 4 6، معناتها زد تشرح تساوي لك 2 3. هذا العدد الأصغر، شو تعوض لي هنا؟ تصير واي ناقصا 2 3 تساوي 4، معناتها الواي تساوي 2 7، 27. هذا شو دعوضه بالمعادلة رقم 1؟ إذن اكس زائد 2 7 راح تساوي 100، معناتها الاكس راح تساوي لك 7 3. إذن هذه هي الأعداد، ومع ألف سلامة، يا رب نشوفكم بعلي.